اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض في فيديو النهاردة بلوزة صيفي، ممكن تطبقيها لأي مقاس. طريقتها سهلة وممكن تشتغلي فيها اي غرزة انتي عاوزاها. انا هشتغلها بغرزة الصدفة المقلوبة، طريقتها سهلة وبسيطة. هستخدم معاها خيط اليزا. هنا كاتبين ان انا استخدم ابرة مقاس 3.5 لـ 4، بس انا هستخدم ابره مقاس 2، هتديني شكل حلو في الغرزه اللي انا هشتغل بيها. طبعا لو انت حابه تشتغلي بالابره اللي موجوده على الخيط بتشتغلي بيها. تطبيق المقاس ان انت بتقيسي محيط الصدر ومحيط الارداف، وبتاخدي المقاس الاكبر. يعني مثلا لو محيط الصدر طلع معاكي 95 ومحيط الارداف 90، بتطبقي المقاس على 95. انا هتشتغل على مقاس 95 سنتي، فبقسمهم على 2 هيديني 47.5، فهشتغل 47.5 طول سلاسل قدام، وبعد هشتغلها قطعتين. هشتغل 47.5 سنتي قدام و47.5 سنتي ورا، هما قطعتين بشتغلهم زي بعض. فبطبق بفضل شغالة بالسلاسل لحد ما بوصل للطول العرض اللي انا عايزاه. فالعرض اللي انا عايزاه 47.5، فاشتغلوا معايا 126 سلسلة بالابرة طبعا لمقاس 2. طبعا انتي بتقيسي عشان لو ابرة اكبر من كده فبتفرق في المقاسات. بعد ما بشتغل عدد السلاسل اللي انا عاوزاه، والغرزة دي بتعتمد على مضاعفات الرقم 14، يعني ترتفع بالسلاسل وعدد يقبل القسمة على 14. انا اشتغلت 126 سلسلة وده يقبل القسمة على 14. بعد ما بشتغل عدد السلاسل اللي هو يقبل القسمة على 14، بزود عليهم 4 سلسلة ارتفاع. هنبتدي مع بعض دلوقتي. هزود 4 سلسلة، 2 3 4، هلف الخيط على الابرة واسيب غرزة، 2 3، وهشتغل في الغرزة الرابعة غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. السطر ده كله همشيه في غرز العمود بلفة، هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة. هشتغل فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للنهاية، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. اشتغلت فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة. هنتقل للسطر التاني واللي هشكل فيه الغرزة، وهرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل. 3 سلسلة دول هعتبرهم معايا اول عمود. هلف الخيط على الابرة وهروح عند غرزة العمود التانية، وهشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. وعند غرزة العمود الثالثة هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة واسيب غرزة، 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6، الشكل ده كده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة واسيب غرزة، 2، وهدخل في الغرزة التالتة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة واسيب غرزة، 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وفي الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها هشتغل برضو فيها غرزة عمود بلفة. يبقى كده اشتغلت 4 غرزة عمود بلفة، في كل غرزة عمود عملت غرزة عمود بلفة.
هنعيد اللي احنا عملناه هنا. هلف الخيط على الابرة واسيب سلسلة غرزة عمود 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة في نفس المكان كده، 1 2 3 4 5 6. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وبسيب غرزة 2، وبدخل في الغرزة الثالثة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبسيب غرزة 2 3، وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده هتكون معايا بالشكل ده. كده هلف الخيط على الإبرة وأكرر اللي أنا اشتغلته هنا. هسيب غرزة 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة في نفس المكان كده، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بشتغل 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبسيب غرزة 2، وبدخل في الغرزة الثالثة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بعد كده بشتغل 2 سلسلة وبرضو بلف الخيط على الإبرة وبسيب غرزة 2 3، وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة. يبقى بالشكل ده كده. تفضل ماشية بالشكل ده، ان انا بعد ما بشتغل ال4 عمود بلف الخيط على الابرة وبسيب غرزة 2 3، وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها 6 غرزة عمود بلفة في نفس المكان كده، 1 2 3 4 5 6. وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبسيب غرزة 2، وبدخل في الغرزة الثالثة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبسيب غرزة 2 3، وبدخل في الغرزة الرابعة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها برضو بشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبفضل مكملة بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية الدور. بس مع ملاحظة ان انا ببتدي الدور ب3 عمود بلفة، انما في النص هنا بشتغل 4 عمود بلفة. يبقى بداية الدور هتكون معايا 3 عمود بلفة، وفي النهاية هتكون معايا برضو 3 غرزة عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، وبعد كده ارتفعت 2 سلسلة. هسيب غرزة 2 3، وهشتغل في الغرزة الرابعة غرزة عمود بلفة، والغرزة الخامسة برضو هشتغل فيها غرزة عمود بلفة، واخر غرزة اللي هي ارتفاع 3 سلسلة هدخل فيه واشتغل فيه غرزة عمود بلفة. ابتديت الدور بنهاية الدور ب3 غرزة عمود بلفة، زي بداية الدور كان معايا برضو 3 غرزة عمود بلفة. هنتقل للسطر اللي بعد كده وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل
كده 3 سلسلة، دول هعتبرهم ارتفاع اول عمود. هدخل فوق العمود التاني وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، والعمود التالت برضو هشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة. يبقى كده اشتغلت 3 أعمدة فوق الـ3 غرز أعمدة. هلف الخيط على الإبرة، عندي هنا فراغين، هسيب الفراغ الأول واروح للفراغ التاني وهشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. بعد كده هرتفع سلسلتين وفي نفس المكان هدخل واشتغل غرزة عمود بلفة واحدة بالشكل ده. كده عملت مروحة 6 غرزة عمود بلفة، سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده هشتغل سلسلتين، 1 2، وهلف الخيط على الإبرة. عندي هنا الـ4 أعمدة، هشتغل فوق كل، هفوت اللي هي فراغ المروحة ده، هوصل هروح للـ4 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة كده 1، وفي العمود التاني كده 2، والعمود التالت كده 3، والعمود الرابع كده. اشتغلت فوق الـ4 أعمدة 4 غرز أعمدة. هلف الخيط على الإبرة وهسيب، او هيكون معايا هنا الفراغين، هسيب اول فراغ وهدخل في الفراغ التاني وهكرر، هشتغل 6 غرزة عمود بلفة في نفس المكان، 1 2 3 4 5 6. بعد كده هشتغل سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بعد كده هرتفع سلسلتين وهفوت اللي هي هنا غرزة المروحة، وهروح عند الـ4 أعمدة، هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، 1، فوق العمود التاني هشتغل برضو كمان 1، وفوق العمود التالت هشتغل كمان 1، فوق العمود الرابع هشتغل كمان 1. بعد كده هلف الخيط على الإبرة، هيقابلني هنا الفراغين، بنسيب أول فراغ وبندخل في تاني فراغ، بنشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة كده، 1 2 3 4 5 6. بعد كده بشتغل سلسلتين، بشتغل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعد كده بشتغل سلسلتين وبتجاهل المروحة دي وبروح عند الـ4 أعمدة، بشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4. بعد كده بيقابلني هنا الفراغين، بروح في تاني فراغ وبشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6، سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان. وبعد كده بشتغل سلسلتين وبتجاهل المروحة دي وبروح عند الـ4 أعمدة، بشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة كده، 1، فوق العمود التاني بشتغل كمان 1، وفوق العمود التالت، وفوق العمود الرابع. وبكرر بقى بقية السطر بنفس الطريقة، هكمل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، اشتغلت فوق الـ4 أعمدة 4 أعمدة، هلف الخيط على الإبرة وهروح لتاني فراغ زي ما احنا متعودين، واشتغل 6 غرزة عمود بلفة
واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، وبنشتغل سلسلتين وغرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعد كده سلسلتين، وبنفوت المروحة وبنروح عند هنا. هيكون عندي 3 أعمدة مش 4. هشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، عندي 3 سلسلة، هدخل في 3 سلسلة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. كده خلصنا السطر الثالث، نشتغل السطر الرابع، وهيكون تكرار للسطر الثالث ان احنا بنشتغل 3 سلسلة، بنلف الشغل 3 سلسلة. دول هيكونوا معايا اول عمود، هروح عند العمود الثاني وهشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة، والعمود الثالث هشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة. بعد كده بلف الخيط على الإبرة، عندي فراغين، بسيب اول فراغ وبروح للفراغ الثاني بشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سلسلتين وغرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بعد كده بشتغل سلسلتين، تجاهل المروحة دي، بروح عند الـ4 عمود وبشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة كده، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. بعد كده بلف الخيط على الإبرة، بيقابلني هنا الفراغين، بسيب أول فراغ وبروح عند تاني فراغ وبشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. بعد كده بشتغل سلسلتين، بشتغل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، بشتغل كمان سلسلتين، وبروح عند بتجاهل المروحة وبروح عند الـ4 عمود بشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وبلف الخيط على الإبرة، بيقابلني هنا فراغين، بسيب أول فراغ وبروح عند تاني فراغ وبشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وبعد كده بشتغل سلسلتين وغرزة عمود بلفة في نفس المكان، وبعد كده برضو بشتغل سلسلتين وبسيب المروحة وبروح عند الـ4 عمود وبشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وبفضل ماشية كده بنفس الطريقة لحد ما أوصل لنهاية الدور، هكمل لحد ما أوصل لنهاية الدور ده وأرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، اشتغلت في اخر اللي هو الفراغ ده، اشتغلت فيه 6 عمود بلفة، سلسلتين غرزة عمود بلفة. بعد كده اشتغلت سلسلتين، هروح عند الـ3 أعمدة وهشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة. في الاسطر اللي بعد كده بقى تكرار، ان احنا بنكرر السطر التاني على طول، بنفضل شغالين بنفس الطريقة ان احنا بنشتغل 3 سلسلة وبنلف الشغل وبنشتغل فوق الـ3 أعمدة 3 غرزة عمود بلفة،
وبنفوت اول فراغ وبنروح للفراغ التاني وبنشتغل فيه 6 غرزة عمود بلفة، سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده بنتجاهل المروحة دي، بنروح عند الـ4 أعمدة ونشتغل فوق كل عمود غرزة عمود بلفة. بعد كده بنشتغل في الفراغ، بنتجاهل الفراغ الاول وبنشتغل في الفراغ التاني 6 عمود بلفة، سلسلتين غرزة عمود بلفة في نفس المكان. وبعد كده بنشتغل سلسلتين وبنروح للـ4 غرز أعمدة، بنشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود بلفة، بنفضل مكملين كده لنهاية الدور ولحد ما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه. انا هرتفع كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما اشتغلت وصلت للطول اللي انا عاوزاه، واشتغلت قطعة زي قطعة برضو زيها بالظبط بنفس الطول ونفس العرض. انا ارتفعت هنا 53 سطر غير اللي هو غرز العمود بلفة اللي انا كنت عملتها في البداية، يعني بغرز العمود بلفة هيكونوا معايا 54 سطر. انا هعملها قصيرة لما انت ممكن تطوليها للطول اللي انت عاوزاه. ميزة البلوزة دي انها سهلة وبسيطة، ان انت ما بتعملي لهاش حردات للرقبة ولا للظهر ولا للكم، هي انت بتشبكيها كده في بعضيها بس. فانا هحط القطعتين اهمت على بعض وراعي ان هي لما احط القطعتين يكون نفس الغرز اللي مقابلني هنا هي نفس الغرز، ما عكسش القطعتين، يعني اخليهم قدام بعض بالشكل ده كده. دلوقتي هبتدي اشبك الكتف، فانا هعد هنا هسيب غرزتين مروحة اهمت 1 2، وهاجي هنا عند اول فراغ 2 سلسلة بعد الـ2 مروحة اللي انا سبتهم، وهجيب الخيط والابرة. فدلوقتي هقفل الكتف، فهنسيب غرزة مروحة التانية اهي، قطعتين اهو حطيتهم على بعض، فهسيب غرزة مروحة التانية وهاجي هنا عند الفراغ اللي هو قبل غرزة المروحة التالتة ده، هدخل فيه بالابرة من ناحيتين بالشكل ده كده في قطعتين، وهسحب الخيط وهشتغل سلسلة اثبت بيها الشغل. وفي نفس المكان هدخل واشتغل غرزة حشو. عندي هيقابلني الـ4 أعمدة، هدخل في العمود من الناحية دي والعمود من الناحية التانية القطعة التانية، وهشتغل غرزة حشو والعمود اللي الناحية دي والعمود في الناحية التانية، هدخل واشتغل غرزة حشو في كل قطعة كده. هنا 3 عمود من الناحية دي وفي القطعة دي والقطعة التانية، وبشتغل حشو كده اخر عمود. ممكن انتي بتشبكيها بإبرة التنظيف بس انا بحب اشبكها بغرز الحشو، بتدي شكل اشيك. هنا قابلني فراغ الـ2 سلسلة ده، هدخل فيه واشتغل 2 حشو هيقابلني فراغ برضو الـ2 سلسلة اللي بعديه على طول، وهدخل فيه برضو واشتغل 2 حشو واخد الخيط الزيادة معايا تحت الشغل. عندي 6 أعمدة بتاعت اللي هو غرزة المروحة، هدخل في العمود من ناحيتي والعمود في القطعة التانية، وهشتغل غرزة حشو بس هاخد الخيط معايا عشان يثبت. يبقى بدخل في العمود في القطعة اللي قدامي والعمود في القطعة التانية وبشتغل غرزة حشو كده تاني عمود. كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 كده اخر عمود في غرف المروحة، يبقى كده 6. هيقابلني الـ4 أعمدة، هدخل فوق كل عمود واشتغل فوقيه غرزة حشو، في العمودين يعني، واشتغل فيهم غرزة حشو. وهكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للـ3 سلسلة، وهدخل فيها من الناحية دي ومن القطعة التانية واشتغل برضو حشو، وفراغ الـ2 سلسلة بشتغل فيه 2 حشو،
وهكمل بنفس الطريقة، وهعمل برضو نفس الطريقة هنا ان انا بشتغل من اول 4 غرزة عمود بلفة، بسيب غرزتين مروحة وبقفل الكتف، والقطعة واللي في النص ده هيكون الستر، عشان اوريكم هنقفل الجنب ازاي. واشتغلت هنا بنفس الطريقة وقفلت بغرز حشو، ولما نقلب الشغل على ظهره مش هتبان خالص، تكون معايا بالشكل ده كده اهي. دي حردة الرقبة، وهنا الكتاف، بجد شكلها تحفة في اللبس. وهنا الجناب انا قفلت جنب واحد اهو، قفلته بالشكل ده كده. طريقته سهلة قوي. لو انتي البلوزة احنا اتفقنا انها قصيرة، لو انتي حابة تطوليها عن كده بتطوليها، انما احنا عارفين ان موضة الصيف ده ان البلوزات قصيرة بتتلبس على الشميزات، فبتدي شكل جميل قوي. فدلوقتي هنعمل سلاسل هنا بالظبط زي ما عملنا، يعني هعمل هنا زي ما عملت هنا، فاجي عند الطرف من تحت هنا الطرفين اهمت الجناب، هدخل هنا لو عندي العمود اللي هو التلاتة سلسلة ده، هدخل جواه بالشكل ده كده تحتيه، وهسحب الخيط وهشتغل 10. هرتفع السلسلة الاول اثبت بيها الخيط، وبعد كده هشتغل 10 سلسلة تاني. يبقى انا بدخل هنا عندي العمود اهو، بدخل في بالتحتيب الابرة بالشكل ده كده، بسحب الخيط وبرتفع سلسلة اثبت بيها الشغل الاول، وبعد كده هشتغل 10 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهروح عند القطعة التانية هنا برضو في تحت، هدخل تحت العمود الأخير ده وهشتغل فيه غرزة منزلقة، هنا عندي العمود في السطر في القطعة التانية اهو، هدخل برضو تحتيه واشتغل منزلقة، هشتغل 10 سلسلة. هروح للقطعة الأولى وهروح للعمود التاني ده، احنا عندنا العواميد بالعرض، فادخل واشتغل فيه غرزة منزلقة، والعمود اللي بعديه اهو هشتغل فيه منزلقة وبشتغل 10 سلسلة. وبروح للقطعة التانية وبدخل في العمود اهو اللي عليه الدور، وبشتغل فيه غرزة منزلقة، وبروح للعمود اللي بعديه على طول وبشتغل فيه غرزة منزلقة، وبشتغل 10 سلسلة. وهروح للقطعة الأولى وبشتغل منزلقة في العمود اللي عليه الدور تحتيه، وبروح للي بعديه برضو العمود اللي بعديه وبشتغل منزلقة وبشتغل 10 سلسلة. واروح للقطعة التانية وبدخل في العمود وبشتغل منزلقة من تحت، والعمود اللي بعديه بشتغل منزلقة وبرتفع 10 سلسلة. وبروح للعمود اللي عليه الدور في القطعة التانية وبشتغل فيه غرزة منزلقة، واللي بعديه بشتغل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 10 سلسلة. بروح للقطعة التانية وبدخل في العمود اللي عليه الدور وبشتغل فيه غرزة منزلقة، والعمود اللي بعديه بشتغل فيه غرزة منزلقة، وبعد كده بشتغل 10 سلسلة. وبروح للعمود اللي عليه الدور في القطعة التانية وبشتغل تحتيه غرزة منزلقة، والعمود اللي بعديه برضو بشتغل منزلقة، وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة اهي
لحد ما اوصل لحدة البوت اللي انا هعملها اللي انا المفروض اسيبها. انا اكتفيت ان انا اسيب كده، فهعد السطور اللي انا سبتها، هيكون معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. يبقى انا سبت 22 سطر حدد البوت، هسيب برضو من فوق 22 سطر واشتغل لحد ما اوصل لنفس المسافة يعني، وهرجع لكم اوريكم الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة وقفلت الجنب التاني. دلوقتي هقلب الشغل على وشه، فالكتف هيكون معانا اهو بالشكل ده كده، شكله جميل قوي في اللبس. ممكن دي حردة الايد ودي الجناب. طبعا انت ممكن تكتري عدد السلاسل عن كده لو لقيتي ضيق عليكي، فممكن تكتري السلاسل. انا عملت هنا 10، انت ممكن تعملي 15 على حسب الحجم اللي انت عاوزاه يعني. وطبعا احنا قلنا ان احنا ممكن نطول عن كده بنفس الخطوات، وبنشتغل الجناب بنفس الطريقة ونسيب مكان لحردة الايد والرقبة اهي من فوق. فبلوزة سهلة جدا ومش بتاخد وقت، وطريقتها سهلة وطريقة تنفيذها جميلة. هتكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.